اهلا بحضراتكم من جديد، والفقره الحواريه الاخيره من برنامج الاهلي الليله، واللي هنلقي فيها الضوء على موضوع رياضي طبي شائك جدا ومهم جدا، مش لكره القدم فقط، لا ده كل الرياضيين في العالم. لان الفكره هنا وانت بتحضر لعيب او بتجهز لاعب ليلعب لعبه معينه، كمال اجسام مثلا، العاب قوه، كره يد، سله، طايره، كره قدم، سباحه، كل الالعاب دي محتاجه ان انت تحضر ملف طبي لكل لاعب فيها بشكل جيد عشان تحضره للممارسة واللعب بشكل جيد جدا كعنصر التغذية والناحية الطبية وحاجات كتيرة جدا. وبالتالي الملف الرياضي أو ملف الطب الرياضي تحديدا عنصر مهم جدا، وفي التخصص في مركز القلب أو أمراض القلب بالنسبة للرياضيين. فقرة مهمة هنتكلم فيها مع اثنين أخصائيين دكاترة عظام في هذا الملف، وكان بالتأكيد تجربتهم في هذا الموضوع مهمة جدا، تحديدا منذ أن افتتح هذا المركز مركز القلب للرياضيين في مارس عام 2018، وتجارب كثيرة تم استحداثها خلال الفترة الأخيرة، مع الاتفاق كمان مع الاتحاد الدولي لكرة اليد والاتفاق مع الاتحاد المصري لكرة القدم، وكان في التوقيت ده قبل سفر منتخبنا الوطني لكأس العالم لروسيا اللي أقيمت بالتأكيد في صيف العام الماضي. حاجات كتير هنتكلم في هذا الموضوع، لكن في البداية برحب بضيوفي الكرام اللي مشرفينا ومنورنا في الفقرة الأخيرة من الأهلي الليلة. دكتور حازم خميس، مدير مستشفى وادي النيل ورئيس مركز القلب الطب الرياضي. اهلا وسهلا، اهلا بك يا دكتور. اهلا بك. ودكتور احمد عيسى، المدير التنفيذي لمركز القلب الرياضي، برحب بك يا دكتور. أهلاً احمد حضرتك. اهلا بيكم دكتور حازم. موضوع مهم جدا، وانا على المستوى الشخصي حضرت الافتتاح اللي تم في مارس عام 2018، وحسيت باهميته من الكلام ومن الادوات والمعدات اللي شفتها هناك، وازاي مصر كانت بتفتقد لهذا الموضوع، ومش مصر بس، لا مصر والقاره الافريقيه. خلال هذا الموسم او خلال هذا العام، المركز استفاد بيه الرياضيين ازاي، ودوره في الوسط الرياضي سواء في مصر او حتى خارج مصر؟ احنا بنشكر حضرتك الاول. هي الفكره، انت عارف حضرتك، هي قصه اللي هي قلب الرياضيين. دي فكره عالميه موجوده في كبريات دول العالم، يعني ان الهدف هو كان يتعمل سكرينينج لقلب الرياضيين قبل اي رياضي ما يمارس الرياضه واثناء ممارسته للرياضه. كانت المشكله جايه منين؟ المشكله جايه من الموت المفاجئ في الملاعب. مظبوط. واحنا شفنا جميع ملاعب العالم بما فيها الملاعب المصريه ان الشباب في قوته وصحته يقع في الملعب يموت. فكل الدوريات العالميه ما فيش حد يستطيع انه يلعب في اي ملعب من ملاعب العالم، من الشباب الصغيرين الى المحترفين الكبار، من غير ما يتعمل كشف لقلب هذا الرياضي. الفكره جايه منين؟ ان قلب الرياضي مختلف عن قلب الشخص العادي في حاجات كتير بقى، في حجم العضله، في قوه العضله، في عدد ضربات القلب، في وجود عيوب خلقيه في هذا القلب ممكن ما تظهرش ابدا غير بممارسه الرياضه. الجزء الثاني المهم ان القلب الرياضي بيتحمل مجهودات مش طبيعيه، سواء في المجهود اللي على البدني اللي على العضلة، والمجهود البدني اللي على شرايين القلب. فلو هذا الرياضي عنده عيب في قلبه قد يتعرض لمخاطر جسيمة. الفكرة جت عن طريق الدكتور أحمد أشرف المدير التنفيذي للمركز، إن احنا خدنا قرار نعمل هذا المركز مع جامعة جان موريس في ليفربول، والفريق الطبي للقلب اللي في هذه الجامعة هو المسؤول عن نادي ليفربول، وهو اللي عمل كشف ليه الكابتن محمد صلاح. لان مش مسموح بملايين، لان الرياضه زي ما حضرتك عارف بيزنس كبير، ملايين. أكيد. ان انا اخد عيان، اخد لعيب وعنده مشكله وانا دافع فيه الملايين. ما حدش يمكن يمضي كونتراكت مع اي لعيب في الدوريات العالميه الا ما هذا اللعيب يتعمل له فحص قلب رياضي. من ناحيتنا كان الرساله، كنت انا عايز نوصل الرساله تبقى عام بالذات في مصر، وبطريقه بسيطه، انك انت تتخيل ابنك او بنتك كاب او ام رايح يخلي ابنه يلعب رياضه، وبالذات الرياضه التنافسيه دي من اي نوع، جودو، كاراتيه، كره قدم، كره يد، وانت مش مطمئن على قلبه. فاذا كان عندك مركز على اعلى مستوى في العالم، يعني احنا المركز القلب الرياضي في مستشفى وادي النيل من اعلى المراكز في العالم، هو المركز الوحيد في مصر، المركز الوحيد في افريقيا، اكبر مركز في الشرق الاوسط يمثله احد المراكز. لكن الهدف من الرساله اللي احنا بقالنا شهور بنحاول نثبتها في اعماق الناس، ان ما تبعتش ابنك يلعب الا ما تتاكد من قلبه، ما تبعتش حد يلعب في الجيم كبير وصغير الا ما يتاكد من قلبه. الجزء الاخير قبل ما يعني في النقطه ديت، ان في ناس كتير شافت الاحداث واللعيب بيلعب، ان حد يموت، في احداث عنيفه جدا للعيبه ما يخلص لعب، اما اللعيب يروح بيتهم
او اللعيب يخلص التمرين، ده جزء من المرضى اللي احنا ما بنشوفهمش. ففحص القلب الرياضيين ده فحص اساسي ولازم لكل رياضي في العالم كله اكيد. طيب فكره انشاء المركز بقى دكتور احمد عيسى، حضرتك زي ما قال دكتور حازم كنت صاحب الفكره في قطر، يعني انا شفت فيه مركز هناك اسمه سبيتار، ده غير سباير، اكاديميه سباير دي كره القدم، لكن مركز طبي سبيتار في مصر يعتبر المركز الطبي هنا او مركز القلب هنا في مصر ده يعتبر اكبر. الفكره نفسها في التوسعه في الادوات في الامكانيات اللي موجوده بشكل اكبر واوسع. اولا بشكر حضراتكم على الاستضافه، وبشكر دكتور حازم، يعني حقيقه هو استاذي على مدار سنين طويله، ولولا رعايته للفكره وان هو يعني ايمانه بيها لم تكن لترى النور، فانا بشكره على الهواء. وبعدين يعني الواحد بيدين له بالكثير يعني بصراحه. قلب الرياضيين زي ما الدكتور حازم تفضل مختلف تماما. المركز بيبدا ليس فقط للفحص ولكن ايضا للفحص والعلاج. وحده القلب الرياضيين اكبر الوحدات، لان انت بتبدا من اول ما بتاخد شويه اسئله للعيانين او للعيبه لغايه اما بتوصل لاعلى الفحوصات اللي هي الرنين المغناطيسي على القلب، وممكن كمان بعض الاحيان ان احنا نتدخل لان احنا نعالج هذا الرياضي. من حوالي شهر ونص احد الرياضيين بيلعب احد اللعبات حصل له الريست ويكلمونا ودخلنا، وفعلا كان عنده ضيق في احد الشرايين وعالجناه. فاصبح المركز عندنا مش مجرد فقط للسكريننج، لا ده احنا وتعدينا هذه المرحله الى مرحله العلاج. وده المركز قدامنا على الهواء مباشره لكل المشاهدين يا دكتور. ده المدخل من على باب المستشفى. اتفضل. النقطة الثانية، احنا بنتبع جامعة جون موريس لما الدكتور حازم وقع معها الاتفاقية في انجلترا في يناير 2018 وبدأنا تنفيذ الخطوات الفعلية لإنشاء المركز. احنا ماشيين معاهم على نفس البروتوكول الدولي المعترف به دوليا، بمعنى أنا كل خطوة اللعيب بيخشها بيعملها في المركز مش مجرد إن أنت بتملى ورق أو بتعمل فحص، حتى فحص الإيكو لقلب الرياضيين مختلف تماما عن فحص الايكو اللي بيتعمل لاشخاص عاديه، لان انت بتاخد قياسات القلب في جميع الاوضاع، بتبص على حاجات دقيقه جدا ممكن تهملها في الشخص العادي. رسم القلب عندنا الكريتيريا ديت لو انت شفتها في شخص عادي تقدر تقول ده لازم يخش اوضه القسطره، الوضع مختلف بالنسبه للرياضيين. وبالتالي الافراد الموجودين كمان زملائنا اللي موجودين في الوحده مدربين ان هم يقدروا يتعاملوا مع هذا الرياضي ويعرفوا هل هذا الرياضي فت ان هو يلعب او في اي مشكله. النقطة الثانية ان احنا كمان برئاسة الدكتور حازم في لجنة، احنا بناخدش قرار ان انا اشوف لاعب ان انا شاكك فيه ان هو يبقى فيه عنده مشكلة ان انا اخد قرار ده ما يلعبش، لا الموضوع ليس قرار فرد، احنا بنبقى في لجنة برئاسة الدكتور حازم بناخد بعد كده هذا القرار بالتعاون مع ليفربول. وبالتالي احنا الموضوع في المركز عندنا اورجنايزد ستاندرد عالمية، اجهزة على اعلى مستوى، واعتقد ان في كمان هيبقى في صوره للاجهزه تقرير كمان. تمام، هي هنا في الصوره هو ده بيأدي بعض التدريبات وبيتم قياس. ده الكابتن عطيه شعلان بطل العالم في كمال الاجسام كان جاي بيعمل الفحص لانه داخل البطوله اللي جايه، وده جهاز اسمه الفي اوتو ماكس اللي هو رسم القلب مجهود التنفسي، بيقيس قدره الرياضي وكفاءه القلب والرئتين وقدرته على تحمل المجهود، ونقدر نقيس اللياقه البدنيه عن طريق هذا الجهاز. الجهاز ده يعني مش موجود في الشرق الاوسط غير في مكانين، احنا المركز واحد من هذه الاماكن. تمام. طيب دكتور حازم خميس، اكبر جهتين في مساله امراض القلب الجمعيه الاوروبيه لامراض القلب وكليه الطب القلب الامريكيه، مدى الاستفاده او التعاون اللي بيتم من خلالهم مع المركز القلب الرياضي هنا في مصر بخلاف التعاون بالتاكيد مع جون موريس او تحديدا جامعه ليفربول؟ حضرتك عارف ان جمعيه القلب الاوروبيه وكليه الطب القلب الامريكيه عامله شابتر اسمه السبورت كارديولوجي اللي هو طب القلب للرياضيين. انت عارف ان جمعيه القلب الاوروبيه وكليه الطب القلب الامريكيه كل واحده فيهم ليها مؤتمر سنوي لتعليم الناس، والجمعيه كليه الطب القلب الامريكيه عامله زي دبلومه لطب القلب الرياضي. احنا على اتصال بالجمعيتين في بالنسبه للمركز،
وخدنا موافقة جمعية القلب الأوروبية وكلية طب القلب الأمريكية على اعتبار المركز أحد النواة لطب القلب الرياضي في منطقة الشرق الأوسط، وفي سبيلنا لعمل دبلومة داخل مصر بالاتفاق مع الجمعيتين دول مع الجامعة الأمريكية في مصر، يبقى في دبلومة لطب القلب الرياضي. الجزء العلمي ده جزء هام جدا جدا، لأن الجزء العلمي ده يشمل حاجات طبية عادية، يشمل حاجات في البيزنس نفسه، إزاي أن يتم عمل هذا البيزنس داخل مصر. ويبقى في جامعة حاجة زي الجامعة الأمريكية تعتمد دبلومة لطب القلب الرياضي بالاشتراك مع مركز القلب في وادي النيل وسوبرفايزد بالكوريكلم اللي جاي من جمعية القلب الأوروبية وكلية طب القلب الأمريكية، هيخلي هذا التخصص أو هذا الشابتر في مصر بقى يعني أكسبت. وإحنا على المستوى العادي والسوشيال رحنا نوادي، عملنا ندوات، معظم مؤتمرات القلب في مصر دلوقتي بقى في سيكشن أو في سيشن لطب القلب الرياضي بيقوده مركز القلب الرياضي في وادي النيل. تمام. طيب دكتور أحمد عيسى، أدخل في تفاصيل بقى المركز نفسه، إيه الخدمات اللي بتتقدم، أهدافه، الاستفادة نفسها بالنسبة للرياضيين في مصر خلال هذه السنة أو منذ أن افتتحها في مارس عام 2018؟ الهدف يعني واضح، ان احنا نعمل سكريننج وان احنا نوصل رساله لكل اولياء الامور، بالذات اللي بيلعبوا في المدارس، ان ما ينفعش تخش اي رياضه تنافسيه من غير ما تعمل الفحص على القلب. ليه؟ لان احنا بنشوف احنا ما زلنا في بلد فيها حمى روماتيزميه، الدوله ووزاره الصحه بتحاول ان هي تقضي على الحمى الروماتيزميه، لكن احنا عندنا حمى روماتيزميه، عندنا بتشكل مشاكل في الصمامات. الحاجات دي كلها لو احنا اكتشفناها بدري ممكن تتعالج، ممكن ما تعملناش مشاكل واللعيب بيلعب. النقطه الثانيه، انا مش قاطع احمد بعد اذنك يا محمد بيه، اتفضل يا دكتور. في الجزء اللي احمد قالها بتاعت خاصه بالمدارس، احنا عملنا اتصال قوي بوزير التربيه والتعليم، وعملنا اتصال بوزاره الصحه ورئيسه هيئه التامين الصحي، وفي موافقه مبدئيه على ان هيبقى في مبادره يعني وطنيه او من الحكومه المصريه، ان فحص قلب الرياضيين في المدارس هيبقى يعني مغطى تماما كفرد بالتامين الصحي، وهيبقى عندنا كل لعيبه المدارس ان شاء الله اللي بيلعبوا في الانديه سيتم عمل فحص القلب ليهم في مراحل الدراسيه لحد الثانويه العامه بموافقه وزاره التربيه والتعليم الاستاذ الدكتور طارق شوقي والاستاذه الدكتوره سوره عبد الحميد رئيس هيئه التامين الصحي، واحنا في سبيلنا لتفعيل البروتوكول اللي هيتم الموافقه عليه، وعندنا امل ان دي تبقى احد المبادرات الصحيه الهامه. زي ما انت شايف المبادرات الصحيه في مصر يعني على قدم وساق في كل التخصصات، فانت تتخيل اما تصدر مبادره من الحكومه المصريه والمسؤولين عن التعليم والصحه في مصر ان المركز او الطب القلب الرياضي ينال حظه من المبادرات دي، بان كل طفل في مصر لحد سن الجامعه يتعمل له فحص القلب للي بيقوموا بيلعبوا رياضه في الانديه وفي المدارس والمسابقات، اعتقد ده هيبقى يعني حاجه مهمه جدا وانجاز كويس. هو من حسن حظ الطلبه كمان، مش بتكلم بس في صفه حضرتك كرئيس للمركز القلب الرياضي، لا كمان مستشار رئيس هيئه التامين الصحي واستاذ القلب والاوعيه الدمويه، فمن حسن حظهم انك كمان دورك في مركز القلب لا يعني مش للرياضيين فقط، لا بما انك مستشار رئيس هيئه التامين الصحي كمان شايف ان الطلبه ممكن يستفيدوا بهذا الامر. انا شايف دي هتبقى حاجه مهمه جدا، والحمد لله احنا واخدين موافقه، لان ما حدش ممكن الفكره ما تعجبوش. تخيل انت قاعد اهوت عندك ولد عايز يروح يلعب اي نوع من الرياضه، في خلال وقت قليل ومبلغ قليل تقدر تطمئن على ابنك وانت بعته يلعب، ايه اللي يخليك ما تبعتهوش؟ يعني انت سالت سؤال مهم جدا، اللي هو احنا فين بعد ما بدانا فين بالظبط. عندنا كان وعود كثيره من الانديه، وعود كثيره من الوزراء، وعود كثيره من الاتحادات، على ارض الواقع التفعيل مفيش تفعيل حقيقي. احنا كل اللي بيجي لنا بمجهودات شخصيه، لعيبه كده سبوراديك هم اللي جايين يطمئنوا على بشكل شخصي. يمكن في الفتره الاخيره ابتدى الانديه وبالذات في الناشئين بتوعهم ابتدوا يقلقوا انهم ما يبعتوش، لكن انت خلي الفكر كده في دماغ اي واحد في مصر. انت ايه اللي يمنعك ان ابنك قبل ما يروح يلعب تطمئن على قلبه؟ فما بالك كمان احنا اذا طبقت الاتفاقيه مع التامين الصحي، يعني انت كمان ابنك هيروح يتعمل له فحص قلب
في احسن مركز لقلب الرياضيين باكفأ دكاتره اللي اتدربوا على اعر يعني اكبر ناس في العالم في هذا التخصص ويعملوا لك ببلاش. ايه اللي يمنعك بقى انك انت هتبعت؟ انا كنت لسه هسال دكتور احمد عيسى، هل التكلفه هي اللي ممكن تكون عاليه فتخلي البعض خالص؟ انت ب 700 800 جنيه تقدر تعمل فحص القلب الرياضي ده على اعلى مستوى وتاخد نتيجه فوق ال 96%. ال 4% ال 5% الباقيين اللي محتاجين ابحاث ازيد التكلفه برضو لن تتعدى 2000 جنيه لو انت عملت كل حاجه. لو وصلت لحد ما عملت رنين مغناطيسي لعضله القلب يعني لو حاجه 3000 جنيه 2000 جنيه. لو انت عايز انت ب 700 800 جنيه ابنك او بنتك او اي رياضي عندك في اي نادي عندك، لكن انت تعتمد على يعني اماكن مش متخصصه لمجرد ان انت يبقى عندك ورقه مكتوب عليها ان الرياضي بتاعك ده سليم. واخيرا النادي من الانديه الكبيره اشترى لعيب افريقي وما جينا كشفنا عليه لان عضله القلب بتاعته 25-30%. هذا النادي ترك هذا اللعيب بعد ما دفع فيه ملايين سابه ببلاش. فانت ما فيش زي ما بيسموها في الطب ما فيش راشونال يمنعك انك تمشي في الحكايه دي. انا مصلحتي كمدير المستشفى وكرئيس المركز، المركز يشتغل ويبقى عنده فلو ويبقى عنده لعيبه كتير، لا لكن انت خليك في الرساله اللي المفروض تصل لكل الاسر لكل الاهالي. انا عايز سؤال يعني اجابه منطقيه، ايه اللي يمنعك؟ ما انا عشان كده بقول من حسن حظهم حضرتك كمان متواصل مع هيئه التامين الصحي كمستشار ليها، دورك ده يعني كمان هيساعد للطلبه. انا هوصل هؤلاء الطلبه باذن الله تعالى من المدرسه حد ما يخش الجامعه ان الدوله والتامين الصحي يغطي تكلفتهم اللي هتبقى قليله جدا، ومفيش حد عن طريق معالي الوزير طارق شوقي بيلعب في اي نادي في اي رياضه في ملعب المدرسه في جيم المنطقه ما يروحش يتعمل له فحص قلب رياضي. اذا يعني ومن احياها فكانما احيا الناس جميعا. وتخيل انت اذا كان هذا الفحص باذن الله تعالى طبعا يتمنع به ان طفل يموت في الملعب او طفل يموت بعد ما يخلص التمرين، لان في امراض في الرياضيين في الامراض القلبيه في الرياضيين ما يحصلوش الازمه وهو بيلعب، يحصل له الازمه بعد ما يخلص التمرين وهو مروح او ما خلص المباراه وهو مروح. مين اللي هيشوف المجموعه دي من البشر عشان يشوفهم؟ انت بتشوف اللعيب اللي حصل له مشكله في الملعب، الناس كلها شايفاه، كاميرات مسلطه عليه، الناس كلها بتلاقيه، لكن انت مين اللي واخد باله كام شاب مات بعد ما روح البيت بعد ما خلص اللعب؟ صح. كان شاب وراجع بعربيته، مفيش معلومات، مفيش معلومات. الجزء المهم جدا ان المركز عملنا فيه حاجه تانية اللي هو الريسيرش الابحاث، فمع جامعه بس دي مفتقدينها في مصر. ما هو لا احنا مش عايزين نتكلم على الباقي، احنا المركز عنده ثلاث ابحاث هامه، ثلاث مشاريع ابحاث هامه مع جون مورس في ليفربول، اهمهم حاجه اسمها الفينوتايب للرياضيين. يعني ايه الفينوتايب؟ كل اوروبا وامريكا كل لاعيبتها ليهم شكل، عضله القلب لها شكل، رسم القلب ليه شكل. احنا ما عندناش، ما نعرفش شكل القلب الرياضي هنا في مصر، ما عندناش شكل القلب الرياضي في مصر. فالبحث القادم اسمه فينوتايب للايجيبشن اثليت، شكل الرياضيين المصريين دول قلبهم شكله ايه؟ ليه؟ لو انا حطيت البصمه بتاعت القلب الرياضي المصري دي عندنا بقى، فما كل لعيب يجي الاقي البصمه ديت يبقى ده الطبيعي عندنا. بريطانيا رقم واحد في البحث هناك على فكره في الامور ديت. امريكا وايطاليا. ايطاليا لان ايطاليا اهتمت بالصادن كاردك ديس اللي هو الموت المفاجئ في الملاعب بسبب القلب من يعني فوق ال 10-15 سنه. واكبر ابحاث في العالم في ايطاليا. في ايطاليا للصادن كاردك ديس. تمام. كل بقيه الابحاث في الجينوتايب في الفينوتايب بتاع العضله، لكن اكتر دوله عملت ابحاث على الصادن كاردك ديس في الملاعب هي ايطاليا. تمام. قبل ما اطلع للتقرير القادم دكتور احمد عايز اعرف ايه الفرق بين الرياضه العنيفه والرياضه التنافسيه تحديدا في امراض القلب بالنسبه للرياضي؟ لا هو ممكن نقولها بشكل تاني، الرياضات نوعين، رياضه حركيه زي الجري ولعبه الكوره، ورياضه عنيفه او بمعنى اصح الويت ليفتنج او كمال الاجسام. قلب الرياضي هنا بيبقى شكل وهنا بيبقى شكل تاني خالص. ليه؟ لان القلب الرياضي ده هو بيبدي بيبقى ليه تغيرات بتناسب المجهود اللي بيقوم به اللاعب زي كره القدم مثلا كره اليد، فبتلاقي تجويف القلب بيبقى اكثر اتساعا. على عكس الرياضه اللي فيها ويت ليفتنج او رياضه فيها حمل ثقيل بتلاقي سمك العضله هنا بيبقى ايه؟ بيبقى اكثر سمكا. التغيرات طبعا دي بتختلف على حسب بقى ايه بقى؟ على حسب بيلعب قد ايه، مره كم مره في الاسبوع بيتمرن، هل هو مستمر في التمرين ولا لا؟ وبيصاحب ليها تغيرات برضو في رسم القلب وعلى تغيرات كهربيه القلب، تختلف تماما عن تغيرات القلب العادي. عشان كده احنا دايما بنحب نعمل من ضمن الفحوصات ان احنا نبص على القلب رباعي الابعاد.
فعندنا الايكو ما بنعملوش بشكل طب عادي، لا بنعمله برباعي الابعاد بحيث ان احنا نقدر نوصل لتقييم كامل لعضله القلب، واحيانا ممكن نوصل للرنين المغناطيسي. طيب اوكي، في تقرير مهم جدا نسمع فيه اراء الرياضيين اللي خضعوا للكشف داخل المركز القلب الرياضي، نسمع نشوفهم قالوا ايه، وبعد كده نطلع ونواصل حديث مع دكتور حازم خميس والدكتور احمد عيسى. مركز القلب كنت بتفرج على برامج من البرامج، جالي مركز القلب الرياضي دوت اعلانه، قلت انا من نوع اللاعب اللي بخاف على نفسي جدا، وقالوا جيت عملت الفحوصات، جيت هنا وانبهرت بالاجهزه كلها اللي هنا، ليه اهميه كبيره بتطمن على قلبي والامكانيات بتاع الجسم كلها، اشوف في حاجات غلط الحق عليها ولا حاجه، لا انا باجي كل 6 اشهر اللي انا بعمل فحص شامل لجسم كله كل 6 اشهر. المركز معاملته كويسه، اداره كويسه، والاجهزه انبهرت بيها اعلى ما كنت انا متوقع، الحمد لله والتيم كله كويس تمام. كابتن ياسر عبد الكريم اللي هو المدرب بتاعي كلمني وقال لي ان فيه مركز متخصص لفحوصات القلب والكلام ده يعني، وهتروح تعمل تشيك على كل، لان طبعا انا بقالي فتره طبعا مريح، بقالي اكتر من 2016 كانت اخر بطوله عالم 2016 في اسبانيا، من بعدها ما شاركتش، شاركت بعديها في بطوله المستر اولمبيا في الاردن، وطبعا وقفت تجهيز خالص لان المفروض انا فعل كارت الاحتراف بتاعي، فجيت طبعا المركز وعملوا عملنا تشيكاتنا وكل الحمد لله زي الفل. طبعا لازم اتاكد ان القلب بتاعي سليم عشان خاطر انا طبعا المجهود اللي ببذله في التجهيزي للبطولات ما هوش مش عادي يعني، لا مجهود غير اي بني ادم يعني، يعني مثلا 4 ساعات ورك اوت في اليوم، 4 ساعات تمرين عنيف في اليوم، ما بين مثلا كارديو لتمرينات بالويتس، كله طبعا ده لازم يكون في قلب سليم من كل المشاكل يعني. والله احنا عملنا ضغط ووزن وعملنا رسم قلب وعملنا ايكو رباعي وعملنا رسم قلب بالمجهود التنفسي، والحمد لله كله طلع تمام الحمد لله. رايي في المركز ان هو لا يعني ما يقلش كفاءه عن المركز اللي كنت فيه في المانيا، دي حقيقه والله، الناس عارفه ان انا ما بعملش يعني، هو نفس الكفاءه نفس الاجهزه نفس كل شيء يعني. والله انا والدي كابتن ياسر عبد الكريم المدير الفني للمنتخب كمال الاجسام ومرشح لرئيس اتحاد كمال الاجسام، هو اللي رشحني للمركز هنا مع الدكتور احمد اشرف ان انا اجي اقيس القلب بالمجهود وكده، بس طبعا يعني قياس القلب بالمجهود انا اول مره اشوف حاجه بالمستوى دي موجوده في مصر، احنا نفقد الثقافه الطبيه الرياضيه موجوده في مصر، فطبعا مع وجود دكتور احمد اشرف ان هو بيساعد على في توعيه للرياضه والثقافه الطبيه في مصر دي، ده شيء كويس طبعا لدعم الرياضه والطب في مصر والفحص الرياضي. والله يعني انا كنت بعمل كشف دوري على طول بس مش بالان ديتيلز، مش كده يعني، كان اكتر حاجه اعملها ممكن رسم القلب بس الايكو العادي، لكن اول مره اشوف اللي هو رسم القلب القياس بالمجهود، في اهتمام في الكشف وكده، واول مره اشوف حاجه هنا في المركز يعني، حاجه قويه جدا يعني في مصر. تختلف من رياضه للتانيه على حسب القوه البدنيه والمجهود الرياضي على القلب، كل ما يكون القلب كويس وفي صحه جيده يقدر يؤدي اكتر، يقدر يؤدي اقوى. يفضل ان كل لاعب متخصص في رياضته ان هو يجي لازم يتابع، يعمل كشف دوري، يعمل تشيك على القلب، يشوف الدنيا معاه ماشيه ازاي. بس انا بحب اوجه الشكر للدكتور حازم خميس واستاذ القلب في المركز ودكتور احمد اشرف على المجهود اللي هم مبذول اللي عاملينه في المركز هنا، حاجه مشرفه فعلا. ودكتور احمد اشرف ودكتور حازم خميس من الناس المحترمه جدا الداعمه للطب الرياضي في مصر. اهلا بكم بعد هذا التقرير. دكتور حازم، ما تعليقك يعني جهد المركز اشتغلته عليه سنوات وسنوات، وفي الاخر بعد نتاج سنه ابتديت تشوف رياضيين بييجوا وبيعملوا كشف والناس اراها حتى كمان شايفها ايجابيه،
دي اكتر حاجه بتسعدنا. يعني زي ما قلت لحضرتك ان الهدف من المركز ده مش هدف ربحي من باي شكل، بالعكس احنا يعني ابحاث القلب في المستشفى نفسها مكلفه جدا ويعني مغطيه كثيره من تكلفتها، لكن احنا زي ما اقول لحضرتك الهدف ليها رساله. يعني زي ما اقول لحضرتك ان احنا لو قدرنا ان هذا المركز فكره يصل للناس وكل رياضي يجي، مش هقول انا اقدر اعمله للناس ببلاش واقدر اعمله للناس بتخفيضات، دي فكره اقتصاديه تسويقيه، انا ما بتكلمش في الناحيه دي، لكن احنا عندنا استعداد نعمل للرياضيين في مصر كل حاجه بحيث ان الرياضي في مصر ده يبقى معاه ملف طبي لقلبه، وملف طبي لقلبه يتم اعاده الكشف تاني بعد كل 3 سنوات زي اي مكان في العالم. ده الهدف اللي نفسنا يتحقق ويا ريت يتحقق في اسرع وقت. تمام. طيب دكتور احمد عيسى، عايز اتكلم في جزئيه شفنا في ملاعب وفي مباريات كتيره وفي بطولات كبيره كمان يا دكتور حازم الموت المفاجئ للرياضيين ده بيبقى راجع لايه، وهل بيختلف من دوله لاخرى؟ السؤال حضرتك ده مهم قوي. يمكن لو هنرجع للتاريخ، البدايه كانت بسنه 490 قبل الميلاد، كان شاب اسمه فيدبس كان حمل رايه النصر للرومان على الاغريق وجري من ماراثون لغايه ما وصل لاثينا، وفي اثينا مات بعد ما بلغ الرساله دي. يمكن دي كانت اول حاله ريبورتد بالموت المفاجئ، والكلام ده كان يعني زمان. دلوقتي بدا في حالات كتيره قوي بقينا بنشوفها في الملاعب، ويمكن كان اقربها الكابتن محمد عبد الوهاب لاعب النادي الاهلي، لاعب برضه منتخب الكاميرون ومارك فيفيان فوفيه بالظبط، ولاعب سباق الدراجات السنه اللي قبل اللي فاتت، لاعب الووتر بولو في نادي هليوبلس. فبقت اصبحت حالات الوفيات كتيره قوي، الاسباب متعدده قوي، ولكن في الاخر بيبقى سببها في الاخر خلل كهربي في القلب. ده سببه ايه بقى؟ هل ده سببه هل هو هناك في تضخم، حاجه في حاجه اسمها تضخم الاعتلالي لعضله القلب، ان عضله القلب الرياضيين دايما بتبقى متضخمه بسمك معين مسموح به على على المقاييس العالميه. احيانا التضخم ده بقى بزياده لدرجه ان هو بيقفل مخرج الدم في قلب هذا اللاعب، وبالتالي بيصاب بخلل كهربي بيموت موته مفاجئه. الخلل الكهربي الاخر ان هناك بيبقى في مشكله في الضفيره الكهربيه للقلب، بتبان برسم القلب العادي وممكن احيانا برسم قلب مجهود لا تكتشف لان اللاعب ده ما عملش اي فحوصات. لو هنتكلم عن اسباب هنتكلم عن اسباب كثيره قوي ممكن نقعد فيها حلقات، ولكن القصه كلها ان انت تقدر تعمل بالفحص ده ان انت تقدر تدتكت القصه دي كلها وتقدر تشوفها، ولو شكيت في حاجه تقدر توصل لاعلى الاختبارات. الكتب العالميه والابحاث العالميه كان في دايما لعيبه بياخدوا منهم عينات بعد الوفاه عشان يعرفوا ايه التغيرات. كتير جدا من العينات بتطلع سلبيه وبينتج عنها ان هي سبب خلل كهربي. احنا عندنا هنا مثلا في ايطاليا كان احد اسباب الوفيات في ايطاليا كان سببها حاجه اسمها تضخم في جدار البطين الايمن. في امريكا كان سببها تضخم الاعتلالي لعضله القلب. يعني بتختلف من دوله لاخرى، دي الاحصائيات حسب الظروف. ايطاليا عملت احصائيات على الموت المفاجئ وقالت ان اغلب اللعيبه اللي بيموت عندها بيبقى سببها هذا النوع من المرض. امريكا نفس الكلام. في ابحاث بتطلع بقى من الدول الثانيه بتبقى اجتهاديه، احنا عندنا في مصر ما عندناش داتا، ما نقدرش نقول لك ايه السبب اللي بيحصل، وبالتالي لان انت عندك حاجات كتيره قوي هنا في مصر، انت ممكن تلاقي في شاب عنده سكر عنده ضغط ما يعرفش هو عنده ضغط او سكر، ممكن تلاقي عندك الهوكم ده او تضخم العضل الاعتلالي ده موجود انت ما تعرفلوش عندك ما تعرفش ما عندكش داتا موجوده. الحمى الروماتيزميه انت واخبار حضرتك بتؤثر على صمامات القلب، الصمام المي المترالي والاورطي وممكن تؤدي الى ضعف عضله القلب، انت ما عندكش داتا على هذا الكلام. وبالتالي الفحص القلب الرياضي في مش بقولها دعايه في للمركز، ولكن دي حقيقه. المركز في كل الامكانيات احنا ماشيين بان احنا بنسجل الداتا كمان بتاعه اللعيبه بحيث يبقى عندي داتا ايه اللي بيحصل، قياس كفاءه اللعيب. نقطه الموت المفاجئه حاجه اللي انا بقول مهمه، اهم حاجه ان الناس تتعود على قلب رياضي التغيرات اللي فيه ايه. انت دلوقتي هتكتشف العيوب ازاي وانت ما انتش عارف في المراكز، والشباب اللي بيعملوا الفحوصات دي انه مش عارف قلب رياضي ده شكله ايه، ان حجم العضله دي المفروض يبقى شكله ايه. اما تتخيل ان رسم القلب
العادي ده في 28 ل 38 تغيير للقلب الرياضي. لو شفته في واحد مش رياضي يبقى ده تغير مرضي. يبقى الخطوه الاولى في جميع ابحاث قلب الرياضيين انك تدرب اللي هم المتخصصين يوميا ودوريا انك انت ازاي تعرف ان ده تغير يمثل القلب الرياضي ده. لما تعرف ان دي التغيرات الطبيعيه للقلب الرياضي ده هتقدر تعرف ان التغيرات الاخرى تغيرات ايه غير طبيعيه اللي هي 90% منها اللي بتبقى مسببه ل اللي هو الموت المفاجئ في الملاعب. طبعا. في حاجة بسيطة كده يمكن من حوالي شهرين في أحد الأندية كان أحد اللاعبين في تبادل ما بين الأندية فكشف عليه أحد الزملاء وقال له صحتك أهم بكتير قوي من الكورة. لما جانا قلت له أنا قلت للمدير الطبي قلت له بص ما شاء الله الله أكبر يعني المكنة ألماني توكل على الله. يتوكل على الله. قلت له القلب قلب رياضي يتوكل على الله مفيش الكلام ده. اللي هو اللي بحكيه لحضرتك إنك أنت لازم تبقى عارف التغيرات دي. انا ما رحنا ليفربول وكنا لسه بادئين بقصه القلب الرياضي التغيرات الرئيسيه في القلب الرياضيين فلقيت ان كفايه عضله القلب نورمال يعني تبقى من 45 ل 48% في القلب الرياضي. احنا بالنسبه لنا كان ان تبقى شاب كفايه عضله القلب 45% دي ازاي يعني مزعجه. كنا نلاقي في رسم القلب تغيرات مهوله وكل ما نبص على التغير كنا نبص على التغير البروفيسور هناك في جون موريس يقول ده طبيعي ده طبيعي ده كل دول طبيعي. معنى كده ان محتاج كل فتره يعمل كشف لا مش بس يعمل كشف ان انت كل ما تقدر تعرف ان ده طبيعي للرياضيين كل ما هتقلل الهلع لانك انت تخيل انت لو راح هذا الرياضي لمركز مش متخصص واللي كشف عليه مش متخصص في هذا في القلب الرياضيين وقال له خلاص انت مش هتلعب في قضيه مشهوره جدا الموت المفاجئ ده مرعب ساعات زي الموت المفاجئ ده انك تقول للاعب ما تلعبش تخيل انت ابنك كده مثلا بطل في السباحه ولا قدر الله كده انت قلت له ايه انت مش هينفع تلعب يعمل ايه حاله احباط انا شفت وانا في ليفربول شاب كان بيلعب هاندبول في فريق ليفربول شاب عنده 16 سنه ولازم يبطل رياضه 3 شهور فجاي هو عيلته كلها جاي هو اصحابه وصحباته يقابله البروفيسور سامورو ليه مش هيلعب يقول لهم ده ممكن يموت مش قادرين يسمعوا مش قادر يتخيل انه مش هيلعب مش قادرين الشباب اللي معاه مش قادرين يسمعوا كلمه انه ممكن يموت مش كانهم ما سمعوش هم يقولوا له ازاي ما يلعبش فكنت انا دايما اقول انت قبل ما تقول للرياضي في لعبه تنافسيه ولعبه بيحبها انت مش هتنفع تلعب زي ما انت بتقوله ايه انت هتموت فعشان كده اللجنه في ليفربول جون موريس لجنه من 3 دكاتره اللي هي بالترمينيت اللعيب ان تقول اللعيب ده ما ايه ما ينفعش يلعب شغلانه كبيره جدا انك تقول للاعيب محترف لعيب بيلعب في نادي كبير انت مش هينفع تلعب عشان قلبك فعشان كده لازم الناس تعرف دكاتره القلب المتخصصين في هذا المجال لازم يعرف ايه الطبيعي للمرضى للاعيبه دول عشان اما الاقي حاجه غير طبيعيه اعرف اعمل اللعيب فكرتني بموضوع مهم جدا انا بقالي سنين مستني اللحظه دي عشان اعرف الموضوع ده حصل ازاي اللاعب النيجيري كانو انتقل للعديد من الانديه الاوروبيه وفجأة لما انتقل للأرسنال اتقال لك ايه عنده مشكلة في القلب مش هينفع يلعب وكان عنده مشكلة في الصمام الأورطي صح القصة ازاي عدى على كل الأندية الأوروبية دي من غير ما يبان اكيد البحث ده شفتوه في أوروبا بالترتيب قوة البحث تمام لازم الناس تعرف ان انجلترا دي ما زال الطب فيها والطب المتخصص في القلب الرياضيين ده على اعلى مستوى كل أندية الدوري الانجليزي عندهم اعلى مستوى مرتبط بالجامعات البريطانيه لتشخيص هؤلاء المرضى فطبعا اول ما راح الارسنال واتكشف عليه اكتشفوا ان عنده حاجه اسمها ضيق وراثي للصمام الاورطي الصمام الاورطي ده بيبقى صمام ذو 3 شرفات عند بعض الناس الصمام ده اللعيب بيتولد الشاب بيتولد بشرفتين كانوا ما غيرش الصمام عشان كان محتاج يغيروا ايرجنت كانوا غير الصمام عشان يكمل لعب ان من شروط الارسنال عشان يكمل لعب انه لازم يغير الايه الصمام اما كشف في الدوريات الثانيه كان الضيق اللي في الصمام ده بعضهم شايفه لكن ما كانش ضيق مؤثر الضيق المؤثر ده تم على مراحل مش تقول ان هم ما خدوش بالهم لكن الخطوه الاولى وده حاجه هي واضحه انك انت لو رحت مركز متخصص وقوي والدكاتره اللي فيه دي شغلتهم هتلاقي القرار ايه مختلف عشان كده كنت مستغرب ازاي لعب في كل الانديه دي وما اكتشفش نمبر 1 الطب القلب الرياضي في انجلترا ما فيش فيه زار خالص اكيد
النمبر 2 ان هذا الصمام عند كانو ما كانش محتاج تغيير عجل، كانو من كتر حبه للكرة القدم غير الصمام ده مخصوص عشان يكمل. وما تشاف في دوريات تانية كان ما زال الضيق غير مؤثر خالص، فما حصلش اي مشكلة. اخيرا لقيت الاجابه. انا بقالي سنين من خلال متابعتي للدوريات الاوروبيه موضوع كانو ده تحديدا، كنت عايز اعرف ايه الاسباب، يعني ازاي بينتقل والدوريات في اوروبا كلهم. بمناسبه موضوع كانو برضو، يعني في حاجات في قلب الرياضيين بتتعالج ويرجع يكمل لعب، بحيث ان الناس ما يحصلهاش برضو نوع من انواع البانيك والهلع ان هو لو عنده مشكله في القلب مش هو ده كانو غير الصمام كله، ده غير الصمام يلعب سنين وبعد يرجع سنين يقعد يلعب سنين. فهو عشان كده التشخيص هو الاهم، وما تعرف المشكله ايه وتعالجها اللعيب ده يرجع سليم وناديه ما يتعرضش لمشكله وجماهير مدفوع فيه ملايين ومحبيه. هو حظه كويس انه راح ارسنال خلص الموضوع ده على طول. طيب دكتور احمد، عايز اعرف يعني الرياضي او اللي بيلعب رياضه تنافسيه او رياضه عنيفه او رياضه بشكل عام، عنصر التغذيه مهم جدا بالنسبه للرياضي، لكن عايز اعرف دور او اهميه عنصر التغذيه في امراض القلب بالنسبه للرياضيين، ليها تاثير ولا ملهاش تاثير؟ طبعا ليها تاثير. هبداها لك بحكايه كده كانت طريفه قوي قريتها عجبتني قوي. كان في فرقتين في احد مباريات كاس العالم فمنهم احد الفرق وصل له ان الفريق الثاني بياكل لعيبته كربوهيدرات مكرونه ويشربهم عصير، فالتاني قال لهم لا انتوا لازم تاكلوا بروتينات للصبح. اللي بياكل بروتينات ده ايه جاله عسر هضم، اللعيبه دول وخسروا الماتش خالص. القصه كلها ان تغذيه الرياضيين، الرياضي ده بني ادم عادي جدا، يعني ممكن يجي له ضغط، يجي له سكر، فلازم يبقى في نوع من انواع، واحد الكشف الدوري ان انت تبقى عارف الكوليسترول بتاعك اخباره ايه والبيز لاين بتاعك، اتنين لازم يبقى في بالانس ما بين البروتينز كربوهيدراتس الفاتس اللي انت بتاخدها، لان دي كلها مقاييس وبتختلف من لعبه للعبه. اللعبه البنيه اللي بتعتمد على البنيان الجسمي دايما بيبقى البروتين فيها اعلى، لكن اللعبه اللي بيبقى فيها حركه بتحتاج طاقه على الكربوهيدرات بتبقى اعلى. فالحاجات دي كلها، واحنا في المركز يعني معانا يعني زملاء ما شاء الله يعني على مستوى، واعتقد انتوا معاكم كمان تقرير كمان يعني هنسمع دلوقتي. بالظبط. لكن التغذيه دورها ليها تاثير على امراض طبعا كل. طبعا يعني انت لما دلوقتي اما تاكل يعني اكلات عاليه السعرات الحراريه والدهون ده هيرفع الليبيد بروفايل بتاع بتاع، هيأثر مع المدى الطويل على شرايين اللاعب. عشان كده الفيفا بتقسم اللعيبه قبل ال 35 وبعد الايه؟ بعد ال 35، ده بيبقى ليه فحوصات وده ليه فحوصات تانية. لو احنا عشان كده المركز زي ما انت قلت كده مش قصه ان احنا نفحص قلبه بس، يعني احنا ليه عندنا 3 استشاريين على الاقل تغذيه للرياضيين؟ عندنا 3 سنين نفسيه، استاذه في الامراض النفسيه للرياضيين. تمام. لان الرياضي ده زي ما انت شايف كده حاجه متكامله تمس قلبه، يعني ما هو الاكل ده لو مش مظبوط قد تنتهي مشكله في شرايينه. لو نفسيه هذا اللعيب مش مظبوطه وما فيش حد مهتم بنفسيه اللعيب ده هياثر على ضغطه على نبضه على نفسه، يعني الموضوع متكامل. عشان كده المركز بقول لحضرتك هو كوبي من المركز اللي موجود في جو موريس ليفربول، واضفنا عليه حاجات مش عندهم. يعني حتى ما جم نفتتحوا المركز حضر الافتتاح ما كانش عندهم الباتش بتاعت اللي هو الهولتر اللي هو للسباحين، انت عارف دايما الهولتر اللي هو رسم القلب الديناميكي ده متوصل باسلاك ويقول لك ما تستحماش وما تجيش الميه عليه، احنا جبنا الباتش دي. الباتش دي تقدر تحطها على صدر العيان يتابع نبضه طول الوقت، تنزل سباحه تنزل غوص تقعد بيه اسبوع تستحمى ما تعملش حاجه، ووايرلس ما فيش حاجه متصله بيه. ما كانش عندهم اما جم لقوا مثلا عندنا الهولتر ده بالاستلايت، يعني انت ممكن لعيبك ده بتتابعه مثلا وهو في الاسماعيليه او هو في بورسعيد وعلى السنتر عندنا، مجرد حطيت له الباتش ديت كنترولد بالاستلايت وانت شايف كل رسم قلبه هو في حته تانية خالص. ما كانش الكلام ده موجود، ما كانش عندنا حاجه اسمها انك انت يبقى حد مركب باتش 40 يوم. ما هو في ناس الضربات القلب واضطرابها ده ما بيجيش كتير، يقول لك انا بيجي كل اسبوع، طب هتعمل ايه؟ فيعني قصدي ان احنا حاولنا نحقق في المركز من ناحيه الاجهزه على اعلى حاجه موجوده في العالم وقد تكون مش موجوده في مراكز كبيره في اوروبا، وزي ما قلت تاني وتالت اللي لازم اللي انتربريتيت او يانالايز الحاجات دي يتابعها ويحللها يكون حد فاهم. ايه الفايده يعني لما يكون عندك احسن جهاز في العالم واللي بيقراه مش عارف يقراه؟ هتبقى مشكله فعلا. مشكله. لا الواحد فخور يا دكتور حازم، يا دكتور احمد،
بكم هذه المعلومات وبكم هذه الامكانيات اللي موجوده داخل مصر وتحديدا مركز القلب الرياضي داخل مصر، يعني الاكبر في الوطن العربي وفي المنطقه العربيه وفي القاره الافريقيه، ده الواحد بيبقى فخور بحاجه زي دي داخل مصر، وبالتاكيد هتعود بالنفع على كل المنتخبات وعلى كل اللاعبين خلال الفتره القادمه. لكن بما ان احنا اتكلمنا عن عنصر التغذيه، نخرج لتقرير نسمع فيه دكتوره نورهان انديل استشاري التغذيه في مركز القلب الرياضي، ماذا قالت عن دور التغذيه وتاثير التغذيه كمان على القلب اللاعب الرياضي خلال الفترة القادمة. أنا مبسوطة جدا إن أنا انضميت لفريق العمل بالمركز هنا. المركز لا يقل تماما عن أي مركز عالمي، بل بالعكس أنت عندك الكاليبرز الأقوية جدا وعندك الإكويبمنتس وعندك كل حاجة تخليك على نفس مستوى المراكز العالمية. اهتمام المركز بالتغذية ده دليل على أنه هم مهتمين بأن البروتوكولات كلها تبقى بروتوكولات كاملة. التغذية هنا احنا it's not a matter of nutrition، تغذية الأكل بس، it's health coaching، الهيلثي لايف ستايل كلها، لأنه أنت بتتكلم قلب الرياضيين فأنت لازم تهتم بكل حاجة ليها علاقة بتغذيته عشان صحته عشان يقدر يبرفورم كويس عشان تبروتكت قلبه أصلا من أنه يحصل له أي مشاكل وعشان in case أنه حصلت مشاكل تأفويد أن المشاكل دي تتكرر تاني. بص هو رياضيين بقى غير الناس العاديين، فالأهمية التغذية ما بتبقاش قبل البطولات، بتبقى أهمية التغذية في أنه لازم يهتم بكواليتي أكله طول الوقت مش بس قبل البطولات. بس احنا بنيجي وقت البطولات بنهتم بحاجتين، بنهتم بالتغذية جدا وبنهتم بحالته النفسية جدا، والاكل ليه تأثير مباشر على الحالة النفسية، فبنهتم انه الرياضي يبقى فاهم انه في اكلات معينة لازم يتجنبها تماما وفي اكلات معينة لازم يهتم باكلها، لان الاكلات دي for example هتزود ال5HT هرمون، السيروتونين هرمون اللي هيخليه in a good mood، يخليه يقدر يتقبل انه في تحدي وفي حاجة stressful الفترة دي. فبنبقى مهتمين جدا بانه مش بس الاكل اللي هياكله عشان يقدر يبرفورم، لا الاكل اللي هياكله عشان نفسيا يقدر يتقبل الصراع اللي هو داخل عليه. طبيعة التغذية مختلفة مش بس من رياضة لتانية، هي مختلفة من طبيعة جسم لطبيعة جسم، فهو بيعتمد على percentage الفاتس في جسمك قد ايه و percentage المسلز في جسمك قد ايه، وطبعا المعادن والمية بلس انت النشاط بتاعك كومباربل بالنسب دي. فانت بتتكلم الناس اللي بتجري غير الناس السباحين غير الناس اللي بيلعبوا كورة، يعني كل حد مختلف عن التاني. فانت اوفرول اهم حاجة ان انت بتكون بتحسب النشاط الحركي بتاعه مع النشاط الذهني ونسب توزيعة الدهون والعضلات في جسمه، كل الحسابات دي هي اللي بتخليك في الاخر قادر تعمله النظام الغذائي اللي مناسب لحالته الصحية والطبيعة الرياضة اللي هو بيلعبها. الشخص العادي هو مفيش، الموضوع مش صعب، هو الموضوع احنا اللي بنقول للناس العادية ان انت لو عايز صحتك تبقى كويسة فالموضوع محتاج منك 30% على الاقل ممارسة رياضة. ف30% ممارسة رياضة دي يعني احنا بنقول للناس العادية خليكوا برضو رياضيين، فده مش معناه ان انت لازم تروح الجيم او لازم تكون بتلعب برياضة معينة، ده معناه ان انت لازم تعمل اي نشاط حركي بطريقة منتظمة، هي دي الرياضة على فكرة. والفرق بين الرياضيين والناس العادية ان هو بيعمل الرياضة منتظم عليها، حاسس بمسؤولية باهمية الرياضة، حاسس بدورها فهو منتظم عليها. لكن الناس العادية لما بتمارس رياضة بتمارسها on and off، فهي دي المشكلة. فدايما بنقول للناس لانه دور الرياضة 30% ودور الاكل 70%، فالاثنين مهمين. فال30% بتوع الرياضة دول محتاجين منك انك تعمل نشاط تكرره دايما. لكن تيجي بقى على الرياضيين، للأسف في رياضيين معتمدين على ان هم بيلعبوا رياضة فشايفين انه انا ممكن اكل براحتي لاني كده كده بحرق ولاني كده كده بتمرن، فده بتكون نتيجته انك ممكن تلاقي حد جسمه بيرفكت ولايك عنده بطن او هو مش مرتاح وهو بيتمرن بيعمل حركات معينة. فهي دي الفكرة انه الكمبرومايز بين الاثنين مهم جدا، بس شوية الرياضيين بقى بياخدوا مننا مجهود اكتر عشان نفهمهم اهمية التغذية، انه مش بس عشان انت بتتمرن فتاكل الاكل المناسب بس للتمرين، لا انت في اكل لازم تتجنبه تماما، في اكل ينفع تاكله قبل التمرين، في اكل لازم تاكله بعد التمرين. هي دي الفكرة ان انت بترتب له بس الدنيا شوية. اهلا بحضراتكم من جديد، وكلام مهم للدكتور نورهان انديل استشاري التغذيه في مركز القلب الرياضي. معلومات مهمه جدا بتتقال في الملف ده، نسبه 70 30% نسبه كبيره جدا يا دكتور حازم.
يعني عنصر التغذية أصبح من العناصر الأساسية في تكوين وتجهيز الرياضي بشكل عام. هي دي الحقيقة. تتخيل أنت التغذية دي للشخص العادي أنه هو طفل وهو كبير تمثل أهم حاجة في حياته، فما بالك بقى بالرياضي ده. الرياضي ده مفروض أكله ده بره مفيش هزار في الأكل ده خلص، في اللعيبة في جميع اللعبات والمشرفين التغذية الطبية للرياضيين على أعلى مستوى. مفيش لعيب في العالم يقدر ياكل سندويتش لوحده، ما يقدرش ياكل بسكوتايه لوحده، ما يقدرش يشرب اي عصير غير لما ياخد بيه اذن او يجيب المسليات في الاوضه في المعسكر كده. مفيش الكلام ده هناك. مفيش الكلام ده هناك. عنده هناك ربع كيلو ونص كيلو والكميه الفاتس اللي في جسمه والسكنس بتاع العضلات كله مرتبط بالاكل. تعرف حضرتك اللعيب بيتوزن قبل وبعد الماتش. يعني انت واخد حضرتك في في وزن دوري في ولا قبل الماتش وبعد الماتش عشان كميه سوائل. الدكتوره نورهان قالت جمله قالت لك احنا بنجد صعوبه مع الرياضيين. ليه؟ لان في الاستجابه الشخص العادي انت ممكن تقول له بطل مكرونه بطل نشويات بسهوله. الرياضي يقول لك ما فكره ان الرياضي بيحرق، متخيل ان طول ما بيلعب وبيحرق يبقى ياكل اي حاجه. مفيش حاجه اسمها كده خالص. القصه ان الجسم الرياضي تبع للرياضه اللي بيعوزها، كل حته في عضلاته كل حته في جسمه محتاجه نوعيه معينه من الاكل وكميات متوازنه من البروتين من النشويات من الفيتامينز فلو انت الرياضي ده ما اهتمش بالكلام ده هتبقى مشكله كبيره. واحنا عندنا المشكله دي من واحنا صغيرين، يعني مشكله الاكل في البيوت المصريه دي مشكله مشهوره لاطفالنا العاديين وبيلعب كوره وطول النهار بياكل حلويات ونشويات مش عايز ياكل بروتين خالص، مش عايز ياكل خضروات خالص. تعال انت في اي بيت دلوقتي حاول طفلك اللي هو عنده 10 12 سنه حاول مثلا ياكل طبق خضار ولا طبق سلطه، في صعوبه لان الثقافه عندنا ثقافه مختلفه. ثم بقى ما انتشر الجانك فود والدليفري فود ده الوجبات السريعه بقت خلاص كلها دهون كلها نشويات كلها زيوت، الفايده فيها منعدمه وبتعرض هؤلاء الشباب من صغرهم اصلا كان لا يتخيل ابدا انك تلاقي رياضي بيلعب رياضه عنيفه جدا وكوليسترول بال 300. يعني الوجبات السريعه دي نو واي اي لعيب او اي رياضي اي لعيب ده رياضي في العالم ما يهوبش ناحيه الجنك فود ده. يا نهار الدليفري فودز دي اتاكلها ازاي؟ ده عباره عن كالوريز مختلفه دهون وزيوت مختلفه، الفايده كلها فاتس مضره تترصب في جدار البطن ثم تترصب في الشرايين. حد كان يسمع زمان ان حد يجي له ازمات قلبيه في شباب في العشرينات والثلاثينات؟ انا في كليه الطب كان في صوره شهيره جدا بناخدها في ماده القلب يعني في كليه الطب، ان الناس قاعده في مطعم في اوروبا وراجل كبير في الستينات في السبعينات طالع من المطعم فلقى الجو ساقع جاله ازمه قلبيه. كنا اتعلمنا كل ده الكلام ده، الكلام ده ما كانش موجود خالص. الكلام ده مستشفياتنا لو تدور على الرعايات المركزه في مصر في مصر من العشرينات و30 سنه جانك فود ستريس وسموك. تخيل انت بقى بيدخنوا بياكلوا اكلات رهيبه وستريس، فما بالك كمان اللي بيمارسوش رياضه كمان يعني في احنا في الزون اللي احنا فيه. وتخيل انت مثلا شباب مصر اللي بياكلوا الساعه 3 4 صباحا دول، تخيل انت السعر الحراري في الفطار بسعر حراري، السعر الحراري في الغداء ده باثنين سعر حراري قبل الساعه 5 6 مساء، السعر الحراري في العشرة ده بثلاثه سعر حراري. اللي احنا كلنا بقى بنعمل ايه اول ما نروح؟ كلنا نحب ناكل كتير بالليل. الجزء الثاني في المصريين لا مش باكل بالليل بس، ده باكل كتير كمان بالليل. لا مش بس تاكل كتير، الجزء اللي هو الاكل بين الوجبات اكتر ناس في العالم احنا والامريكان ناكل بين الوجبات. زي ما انت شايف كده بعد ما تفطر وتغدى تلاقيك ايه بتاكل راح تتسلى كده على حاجات بتاكل المولتو بتاكل نشويات حلويات طول الوقت طول الوقت. الرياضيين مختلفين ولذلك الرياضيين في مصر اللي احترفوا بره مين فيهم بيكمل؟ زمان كنتش بعرف اكمله ما يقدرش الحياه دي. دلوقتي عندنا ما شاء الله كثير من المصريين المحترفين في الانديه العالميه بيكمل ليه؟ لان بقت شغلانته بقى عارف انه لو ما عملش المطلوب ده اكلا ونوما ولياقه وصحه ونفسيا مش هيلعب كله مش هيلعب. وكان زمان اللاعب المصري لما يسافر ويكون قرشين عايز يرجع يفتح مثلا سوبر ماركت يفتح جنس عربيه ما خلاص هو كسب بالنسبه له هو ده المكسب ده التارجت او ده التارجت. شوف رونالدو بيعمل ايه شوف ميسي بيعمل ايه في السنين ديت. اما تخيل اثنين لعيبه ياخدوا احسن لعيبه في العالم 10 سنوات متتاليه وهم في التلانتينات دلوقتي شعوب العالم كلها بتدور على القنوات اللي بيلعب فيها ميسي بيلعب رونالدو. ففضل الله سبحانه وتعالى ان جالنا لعيب مصري
كلنا بنستناه يعني، ربنا يكرمه الكابتن محمد صلاح اللي هو خلق هذا العنصر من الالتزام والانضباط. بقى انا عايز اقول يعني اسف للمقاطعه، دكتور حازم خميس من المحظوظين يعني اللي بيحتفظ بتيشيرت خاص لمحمد صلاح بما ان بقى في ليفربول نادي ليفربول الانجليزي. الفكره ان الدكاتره بتوع جامعه جون موريس في ليفربول اهدوا المركز في صفه رئيس المركز، فنيله ليفربول اللي عامل ماضي عليها كل لعيبه ليفربول بالظبط. فانا خرجت من الاحتفال لقيت ابن الصغير بيقول لي اوعى ترجع من غير التيشيرت. فقلت له كلمته قلت له اخوك الاكبر كان موجود في الاحتفال فخد مني التيشيرت. قال لي ازاي؟ قلت له ده تيشيرت اللعيبه كبار، انت عندك 12 سنه هتلبس التيشيرت ده صغير؟ قال لي مفيش هزار. المهم ليفربول قالوا ممكن نحط التيشيرت ده في برواز ونحطه في المركز بالظبط ولا الدموع. انا روحت البيت قلت خلي اليوم يعدي على خير، فخدت انا التيشيرت معايا وسلمته لابني الصغير، فقفل عليه دولاب مقفول عليه لحد دلوقتي. فالمهم بفوضه قلت له احنا لو فكرنا نبيع التيشيرت ده ونتبرع بالفلوس وللعيبه وبتاع، هنبيعه للعيبه؟ مش عاجبها فكره ان احنا نبيعه للعيبه. فقلت برضه ثروه قوميه ان انا تيشيرت محمد صلاح بالنسبه لنا كل الناس فخر العرب. فخر مصر وفخر العرب حاجه جيده جدا. طيب دكتور احمد عيسى برضه عايز اسالك على درجه الجهد بالنسبه للاعب الرياضي، بتقيس الدرجه ولا بتبقى ليها درجات متفاوته بالنسبه للاعب؟ اوريدي عندنا في جهاز بيقيس الجهد في جهاز بيقيس بيقيس اللياقه البدنيه، وبنعرف اللعيب ده بيتمرن كويس ولا لا، ما بيتمرنش كويس قوي يعني بمعنى اصح بنفقسه بسرعه. بس لمصلحته يعني على مصلحته. يعني في احد اللاعبين من يومين كان جاب اقل من 80%، بلغنا المدرب ان ده محتاج يعيد الفحص بس بعد ما يعمل اختبارات لياقه بدنيه اكتر من كده، لان ان انت بتقيس حاجتين، بتقيس كفاءة القلب وقدرتها بنظام رسم القلب المجهود، ورسم القلب المجهود التنفسي بتقيس قدرة الأكسجين أو تشبع الأكسجين في الدم مع المجهود العالي بيوصل قد إيه. الحاجتين دولت لما بيتحطوا على بعض بنقدر نوصل اللياقة البدنية للاعب ده أخباره إيه. تمام دكتور حازم، وإحنا في ختام الحلقة يعني سريعا بس عايز اعرف، في بروتوكول تم توقيعه مع اتحاد الاوكسا اللي بيضم حوالي 60 اتحاد رياضي، ايضا كمان مع الاتحاد الدولي لكره اليد مع دكتور حسن مصطفى، طبيعه البروتوكول وتنفيذ ده بقى اليات التنفيذ خلال الفتره القادمه؟ احنا عملنا بروتوكول مهم، الاتحاد الدولي لسه من يومين طلب كل الخدمات اللي في المركز والمستشفى، لان انت عارف 2021 هيبقى بطوله العالم لكره اليد هتبقى في مصر. في حماس جامد في الاتحاد الدولي بقياده الدكتور حسن مصطفى بصراحه، لدرجه انا كنت في ميلانو من يومين وهو عارف ان انا ممكن اروح لوزان يعني في سويسرا، فكلمني في التليفون وقال لي ان ممكن استناك لو انت جاي يعني ربنا يكرمه يعني. والبروتوكول هيبقى مركز القلب الرياضي في وادي النيل هو اللي هيبقى مركز التميز للاتحاد الدولي في منطقه الشرق الاوسط وافريقيا كلها، هيبقى عندنا الفرصه ان كل لعيبه اللي هتيجي البطولة احنا المسؤولين عنها، عنده هيبقى في رسالة لكل الاتحادات كرة اليد في افريقيا والشرق الاوسط هتبقى مدعوة ان تعمل فحص الرياضي لقلبها في مستشفى وادي النيل. دكتور احمد ناصر نفس الكلام في الاوكسا، عملنا البروتوكول لكن هو كان مسافر الفترة اللي فاتت وهيرجع عشان نفعل البروتوكول بنفس الشكل، ان الاندية ان الاتحادات اللي تحت قيادة رئيس الاتحاد الخماسي او كابتن احمد ناصر احمد ناصر هتبقى كلها مركز وادي النيل لطب القلب الرياضي هتبقى طبعا مركز التميز اللي هتقوم بفحص قلوب هؤلاء الرياضيين. طيب كلمه بمناسبه النادي الاهلي، الدكتور راني عنواني زميلتنا طبعا واخت عزيزه معانا في المركز، وان شاء الله كمان هي وعدنا ان شاء الله باذن الله بزياره هي ومندوبين من النادي الاهلي عشان زياره المركز واعتماده للقلب بالنسبه للنادي الاهلي ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله دكتور احمد عيسى كلمه اخيره تحب تختم بها حوارك؟ انا يعني اولا انا مبسوط جدا ان احنا مع حضراتكم قلب الرياضيين، انا وجهه نظري المتواضعه انه بيغير شكل الطب الوقائي في مصر، لان الهدف مش احنا بادئين من المحترفين، لا احنا بادئين من تحت، انت واخد حضرتك من الاطفال وفي المدارس لغايه اما يوصلوا سن الاحتراف. لو احنا بدانا بالقصه دي كلها اعتقد ان احنا غيرنا، مش احنا بنسافر كاطباء نتعلم بره نعالج، لا احنا دلوقتي بنغير المفهوم ان احنا بنبدا بالوقايه والوقايه خير من العلاج، وانا شايفها هتبقى من قلب الرياضيين باذن الله ان شاء الله. دكتور حازم كلمه اخيره. احنا عندنا ملايين
ملايين من المصريين بيلعبوا رياضة، وملايين من المصريين قلبهم مهم جدا. الرسالة لازم توصل لكل الناس بما فيها مسؤولين في الدولة، إن فحص قلب الرياضيين من سن المدرسة لحد سن الاحتراف تمام، ده مسؤولية قومية، وأعتقد إن سيادة الرئيس والحكومة تمام متفهمة ذلك تماما. دكتور حازم خميس أنا بشكرك شكرا جزيلا، دكتور أحمد أشرف عيسى أنا بشكرك شكرا جزيلا، شكرا. كل التوفيق لكم خلال الفترة القادمة بإذن الله، ويكون مركز القلب الرياضي ليه دور في الفترة القادمة مع الرياضيين سواء في الألعاب الفردية أو حتى الألعاب الجماعية. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. كانت فقرة مهمة جدا بنختم بها النهاردة حوارنا في برنامج الأهلي الليلة. إن شاء الله بإذن الله الفترة القادمة في مسألة الطب الرياضي وتحديدا مركز القلب الرياضي يكون ليه دور مع الاتحادات الرياضية والأندية بشكل عام وبشكل خاص، والنادي الأهلي زي ما قال دكتور أحمد أشرف عيسى أن النادي الأهلي بإذن الله يكون ليه زيارة لمركز القلب الرياضي خلال الفترة القادمة بالاتفاق وبالتعاون مع دكتور راني علواني عضو مجلس إدارة النادي الأهلي. إذن في الختام نتمنى كل التوفيق يا رب بإذن الله للرياضيين بشكل عام ولأسرة النادي الأهلي بشكل خاص، وفي الختام السلام ونشوفك على خير بإذن الله في حلقات أخرى قادمة من برنامج الأهلي الليلة.